صور إمام السهيلي سيدي يوسف بن علي، فهي دورة استثنائية هذه السنة. Et c'est parti pour le semi-marathon. Mais regardez-moi ce final, mesdames et messieurs. Une marée humaine. Là qui passe, qui franchit la ligne. Du départ. Et oui, mesdames et messieurs, c'est lui de partout dans le monde. Je ne crois pas à mes yeux. À peu près 13 000 participants. Un record, mesdames et messieurs. Voilà l'ambiance qui réussit à Marrakech, mesdames et messieurs. Hallucinant. Voilà, tu le moed. Voilà, on est content. On est content d'être là et on le fait savoir. Mon ami Meliani, la tête sauve le moed. On est très mal à Sibarta. Je cours avec Meda, Sibarta, 9 km. Mais quelle ambiance! Mais quelle ambiance, mesdames et messieurs! Belle fête, Meliani, belle fête. Voilà, moi je rejoins la course. On y va. Mon Kiyasi, je cours. Allez, les champions! الماراثون الدولي لمدينة مراكش في الدورة ديالو 33 يمكن نعتبرها إحدى الدورات الناجحة من جميع الجوانب، لا من ناحية ديال المشاركة اللي هي مكتفة وكانت كبيرة جدا، كنا كننتظروا 11000 فإذا به وصلنا 14000 وهذا شيء مهم جدا. ثم النتائج كانت جيدة بحيث حطمنا الرقم القياسي ديال نصف الماراثون ذكور، وبالنسبة للماراثون ذكور كذلك على 4 الأوائل فيهم 3 مغاربة، وهذه أول مرة كيحدث هذا الشيء في الماراثون ديال مراكش. كنشوفوا بأنه الماراثونيين دائما انتم كتشوفوهم كيوصلوا كلهم ناشطين فرحانين من ناحية التنظيم، من ناحية التموين، من ناحية الجانب الأمني، يعني الناس ناشطين بواحد الشكل كبير. كيمكن نقولوا بأنه مدينة مراكش الماراثون ديالها أصبح ماراثون اللي خدا الطريق ديالو وأصبح من أحسن الماراثونات على الصعيد العالمي، وهو أكبرهم على الصعيد الإفريقي. وكيف قلت للناس سابقا، إلا حطمنا الرقم القياسي بالنسبة لكرة القدم اللي كنا فيه من 4 الأوائل، فالماراثون ديال مراكش يمكن حطم الرقم القياسي بالنسبة للعالم العربي وبالنسبة للعالم الإفريقي، لأن أصبح دابا الآن هو أكبر مراكش. انتهت قبل قليل هذه المحطة الرياضية الهامة التدولية اللي هي الماراثون الدولي لمراكش نسخة 33 اللي كتنظم مراكش، كتعرفوا يعني في هذا البعدين الأساسيين. البعد الأول هو دائما مواصلة النهوض بالرياضة، رياضة يعني محلية إقليمية جهوية وطنية ودولية، يعني الاكتشاف يعني الأبطال المغاربة والبطلات المغاربة. والبعد الثاني بطبيعة الحال هو مواصلة يعني تعريف ما تسخروا بلادنا، تسخروا ببلادنا يعني من تراث ومن حضارة ومن يعني مؤهلات يعني تاريخية وعمرانية ويعني واجتماعية للدعم السياحة والإشعاع ديال البلادنا. الحمد لله هاد المحطة بطبيعة الحال كما لاحظتوا فيها مشاركة قوية يعني في الماراثون وفي السيمي ماراثون، وأيضا لاحظتوا بأن تمت في أجواء وفي واحد التنظيم محكم، ولاحظتوا أيضا بأنه يعني الأعداءات والأعداء المغاربة توجوا في الماراثون يعني الرتبة الثانية، وفي السيمي ماراثون الرتبة الأولى، ولاحظتوا بأنه أيضا يعني دعما للرياضة كان تكريم شخصيات رياضية كبرى مثل سفيان البقالي تم التكريم ديالو، وتم التكريم أيضا يعني المدرب الوطني ديالنا الركراكي رغم انه ما كانش حاضر، ولكن على كل حال التكريم ديالو. كما قلت هذه محطه كبيره يعني للرياضه الوطنيه والدوليه، وبطبيعه الحال يعني كتجي في سياق النهوض بالرياضه اللي هي بعد من ابعاد ديال التنميه ديال بلادنا تحت القياده الرشيده لسيدنا الله ينصرو. شكرا لكم. اسمي من مدينه التصويره.
السباق كان جيد وكانت مستوى سباق الاستثمارات مدينه مراكش اللي كيعرف الكل فهو سباق عالمي، وانا فخوره بهذا الانجاز اللي حصل في روما. وكنشكر المجموعه ديالي اللي كانت تبعني انا وياهم، وكنشكر مدينه مراكش على التضامن اللي كنتمنى صراحه اللي هي سباق جيد في المستوى. انا اللي مسافر من كرواتي الاول ونمشي ونسالف على الكوكب، ولكن ما تمكنتش من انني نحكم رقم، ولكن تمكنت من انني نحافظ على الرتبه الاولى. قدر الجو كان قاسي بزاف في البرد كما كتشوفوا، ما قدرناش نزيدو الحمد لله. الحمد لله اليوم حصلت على الرتبة الثالثة، هذا أول مرة بالنسبة ليا. كانت أول مشاركة لي، أول مشاركة لي في سباق الماراثون. الحمد لله فضلت التجربة اللي عندي في سنوات، تجربة أكثر في الماراثون. كنشكر سكينة مراكش، هذا الفوز كان فيه الوالدية اللي كيعاونوني، والأسرة ديالي، الزوجة ديالي، والأخوة ديالي، والوالدة ديالي، والمجموعة ديالي، وسكينة مراكش كذلك، المغاربة كاملين سكينة مراكش. صراحة ما كناش علينا التشجيعات ديالهم منذ انطلاقة السباق، قدروا يوفروا لنا واحد الظروف اللي جيدة، قدرنا نحققوا فيها نتيجة مزيانة الحمد لله، والله ولك الحمد. كانت نتيجة إيجابية بالنسبة للعداء المغاربة، كانت منافسة قوية، رغم ذلك العداء المغاربة قالوا الكلمة ديالهم، وهذا الشيء كيبشر بالخير، وإن شاء الله كنتمنى واحد الموفق لجميع الرياضيين إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.